بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا مغرور في الدنيا؟ وحشتوني قوي قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض نعمل بنطلون بطريقه سهله قوي قوي بسيطه. كل اللي عليكي بس لايك جميل وتعليق اجمل واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك كل جديد احنا بننزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رسم البنطلون وخياطه البنطلون، وكمان هنعمل هنقصه، كل ده على القناه بطريقه سهله قوي 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 قوي. كل اللي عليكي بس الاشتراك بس. يلا بينا بقى نشوف البنطلون هيتعمل ازاي بطريقه حلوه قوي. انا تانية مع بعض، وادي البنطلون بطريقه سهله قوي قوي بسيطه. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لو اول مره تشوفيني اول مره تعرفيني. بص، البنطلون معمول بطريقه سهله قوي بالنسبه للبنطلون. تمام، البنطلون ده مش متجسم يا جماعه، البنطلون ده معمول على الوسط عادي، ومعمول كمان على كل المقاس بتاعه مظبوط عادي. يعني ايه تقسيم؟ يعني ان انا اخد من الوسط حته بسيطه قوي، الزيادات اللي انا بديها للوسط عشان خاطر خليه يبقى لازق اكتر. تمام تمام، ده بالنسبة للبنطلون اهو. تمام، ده هنا الامام، والامام بنعرفه ازاي؟ بنعرفه لان هو بيبقى اقصر من الخلف ب1 سنتي او 2 سنتي على حسب كل بنطلون. طيب احنا دلوقتي هنبتدي اهو. بسم الله. بصي، اول حاجة خالص هنعملها نبتدي كده اهو. مثلا ده القماش معايا او ده الورق البطرون، انتي بتشتغلي على البطرون معايا او القماش فتمام. بس هندوح بس كده عشان نبتدي. هنجيب بقى هنا المسطرة. اول مقاسات مهمة بالنسبة للبنطلون هنفكر ان نفتكرها تاني مع بعضينا. بالنسبة للناس اللي نسيت بقى البنطلون اول مقاس بتاعه بيبقى ايه، المقاس الاولاني معاكي بيبقى دوران الوسط مع دوران الارداف مع طول الحجر وطول الجنب. دوران الوسط، دوران الارداف، طول الحجر، طول الجنب، والطول الكلي للبنطلون. بس كده كده مفيش اي حاجه تانية. تمام. يلا بينا بقى نرسمه البنطلون. لما نيجي نرسمه هنرسمه في النص. انا باخد اكبر حجم وبرسم عليه البنطلون، وبعدين بقسم انا الوسط لوحدي. تمام. طيب انا عندي هنا اول حاجه اهو. لو انت مثلا عايزه تعمليه على دوران اكبر حجم، انت عايزه تقسمي الوسط تمام، عايزه تسيبيه على اكبر حجم دي ويبقى نازل واسع وبعدين تديه له بنستين تمام برضه. فاحنا هنعمل البنطلون العادي اللي من غير بنس دلوقتي، وان شاء الله هننزل مره تانية البنطلون اللي فيه بنس. اول حاجه خالص عندنا دوران الارداف 20، هنشتغل على 20 في المستطيل. تمام، وبعدين هننزل طول البنطلون زي ما اتفقنا اهو كده. طول البنطلون ثانيه واحده، طول البنطلون اهو كله. تمام، بصي اهي. وبعد طول البنطلون بنعمل ايه في المستطيل ده؟ بنقسمه نصين. طيب طول المستطيل عندنا 20، فاحنا هنقسمه هيبقى 10، فانا مش عايزه ال10، لا انا عايزه يبقى 11، لان دايما الخلف بيبقى اكبر من الامام. ليه؟ لان الحجر من قدام يعني من ورا بتبقى عايزه ان انت تزودي 2 سنتي او 3 سنتي، لان دايما البنطلون بيبقى يخليكي مرتاح. تمام، ما يبقى تسعش منك، ما يحصلوش اي حاجه. تمام، فاحنا هنا خدناها 11، وهنا التسعه بتاعتنا اهي، فاحنا هننزل بالتسعه دي لحد تحت. تمام، وبعد ما نزلت كده انا كده قسمت المستطيل بتاعي. وبعد ما نزلت هنزل بقى طول الجنب. طول الجنب عندي 15. تمام، وعندي طول الحجر 10. طول الجنب 15 وطول الحجر 10. طول الجنب طول الجنب 10 وطول الحجر 15، سوري، طول الجنب 10، طول الجنب 10 وطول الحجر 15. تمام، فاحنا هنا ده طول الحجر اهو، وادي طول الجنب اهو. تمام، ظبطناه. اهم حاجه بس ان احنا ايه، بعد كده نعمل ايه بقى تاني؟ عشان خاطر نظبط الحرده بتاعه البنطلون احنا هنشتغل في الامام الاول. فانا عندي الامام 9.5، احنا هنقول 9 سنتي، فاحنا هنجيب كده الاله 9 على 4، ده قانون عشان تطلعي الحجر من هنا 9 على 4. تمام، فانا هنا طلع لي 2.25، 2.25، ادي الاتنين وادي الربع. وبعدين باخدها 2.25 كمان من هنا،
وبعدين بعمل حردة اللمامية، وفي نفس الوقت برضو باجي هنا بقيس برضو الجزء ده كام، تبقى 10 ونص على التلاتة الخلف، بنضربها على التلاتة، بنقسمها على التلاتة، عندنا 3.5 تمام. فاحنا هنا 3.5 اهي، 3.5 عرض و3.5 طول تمام. بعدين هنعمل الحردة بتاعته كمان. طيب وبعدين بنعمل ايه بقى هنا؟ هنا بنطلع 2.5 رقم اساسي ثابت ده خلف، وبعدين بنوصل النقطة اللي احنا طلعناها دي كده، وبعدين بنوصلها بصي مع الحردة وبتحرديها كده تمام. انا كده وصلت عشان خاطر يبقى اعلى من الامام. طب والامام عشان اقصره بيحصل ايه؟ بنزل 2.5، انا اخليها 2 بس تمام. وبعدين هوصل الجزء ده كده، وبعدين برضو ايه توصليها كده مع الحردة بس كده تمام وظبطت. طيب ده كده البنطلون بتاعنا خلص من غير ما اقسم الوسط بتاعه، وانا مش عايزه اقسم الوسط، انا هشتغل على طول على الارداف، لان ده بنطلون واسع زي ما شايفين كده ايه نازل واسع، حتى كمان الرجل مش ماخده اي تصميمات يعني اللي كده. احنا كده خلصنا التصميم. التصميم عباره ان انا عايزه اعمله رجل واسعه. طب لما اجي اضيق بضيق منين بالنسبه للبنطلون؟ بالنسبه للبنطلون عشان تظبطي الحرده وسع الرجل لما تيجي تاخديه، او دوران الرجل زي دوران يعني تظبطيه، بتظبطيه من عند حرده الحجر تمام، وتضيقي بتتني معاكي تمام. انا بعمل كده لان هو ده اللي هيحصل بالنسبه للبطرون. طيب بظبطه منين بالنسبه للبطرون؟ فانا بجيب كده البطرون بتاعي اهو، بصوا يا جماعه ادي البطرون اهو. انا كده عامله مثلا رجل واسعه ورجل واسعه، انا مش حابه رجل واسعه فانا عايزه ضيقه، فانا باخد كده مثلا دوران الرجل اللي انا مثلا حباه، فانا هاخد هنا 8 والناحيه الثانيه 8 سنتي تمام. تمام طيب انا عايزاها تبقى 8 و8، فاعمل ايه؟ فبوصل كده التمانية دي والتمانية دي اهي تمام. بصوا كده من اول الحردة بتاعة الحجر، يعني اول حردة الحجر انا ظبطتها على 8 سنتي وضيقتها. بصوا اهي هنا برضو هنيجي نفس الحكاية وهندخل بيها كده تمام. فبصوا الفكرة ان انا عملتها اللي انا الضيقه اللي انا ضيقتها من هنا، يعني لما تيجي انت تضيقي البنطلون بتاعك ما بتضيقش من الجنيه، بتضيق من هنا من عند الحجر وبتضيقي تمام، لان ده بنفس برضو تصميم البنطلون. طيب نقص بقى بسرعه قوي قوي. هنقص ايه؟ طيب بس عشان نبقى عارفين، هنقص الخطوط الجديده او الرجل الجديده اللي احنا تنيناها مع بعضينا اهي. نظبط بس الورق كده كده البنطلون. بالنسبه للبنطلون فانت كده كده بتعوزي مرتين مش اربع مرات، ان هي رجلين بس. تمام بصوا هي بنفس التصميم اهي، ثانيه واحده بصي اهي كده تمام كده تمام. بصوا بقى اهي هنيجي هنا وهنقص الجزئيه دي على طول، يعني على طول خط واحد مش هنقسمها على خطين كده. انا قصيت البنطلون اهو، اقص بس الخلف وزياداته واعمل الحردات بتاعتي معايا اهي تمام، واضيق الرجل لازم اضيقها وانا ماشيه اهي. بصوا كده انا ضيقتها كده، انا ضيقتها حتى لما بييجوا يقفزوا البناطيل بيقف بره، يعني ايه جوه وبره؟ يعني هنا البنطلون كده من بره، هنا من بره، ما ينفعش انت تضيقيه من بره، فبتضيقيه من جوه، ده جوه اللي تقدري تقفزي منه البنطلون تمام. فاحنا هنيجي بقى هنا كده ونجيب الدبابيس بتاعتنا او الدباسه، ممكن نخيطه عادي زي على المكنه زي امبارح، بس احنا هنعمله بالدباسه ده عشان خاطر يبقى سهل ويبان لك، مره مكنه ومره نعمله بالدباسه تمام. هنقص واحده واحده كده، نخيط الخلف كله مع بعضه، الخلف كله مع بعضه اهو. طيب بالنسبه للتشطيب على المكنه يبقى ازاي تشطيب المكنه؟ هتعملي الخلف كله على بعضه تمام، والرجل معاها كمان لو انت حابه. بصي الخلف كله هنا خيطته، الخلف كله خيطته اهو، وهجيب الخلف اجيب كمان الامام، اجيب كمان الامام المفروض اخيطه، وبعد ما بخيطه يعني بفصلهم عن بعض، بس انا مش هعرف اعمل كده لان ده ورق وهيتقطع مني. يعني بصوا الامام اهو بتخيط برده اهو كده تمام، وبعد ما بتخيطيه بتعملي كده
فاحنا ممكن بصي ما هي هتبقى هي هي. فالفكره بالنسبه لي انا عايزه بس اداري الخلف ومش اداري الامام. بنفرد الخياطه بنفتحها بالمكوه، المفروض بتتفتح الخياطه من المكوه، بس انا عشان خاطر هنا ده ورق فانا هفتحه كده بس بايدي. تمام، وهنفتح نفتح انا بس عايزه افتحها. الفتح ده ان انا افرد الاجزاء بتاعه الاجزاء المتنيه كلها. تمام تمام، ونجيب الامام وهنخيطه. الخياطه دي هتبقى من جوه بالنسبه للامام، بس انا هخيطها من بره عشان ده ورق قلنا مش هنعرف نتنيه. تمام، بصي هنفرد بقى كده البنطلون معانا اهو، وادي البنطلون هنتني بقى هنتني. بصوا هنقفل بقى الرجل، اول حاجه الرجل الاولى هنقفلها، الرجل من هنظبطها بس من تحت اهم حاجه. ده كده بنطلون ضيق مش بنطلون واسع زي التاني. التاني طبعا عشان اسيبه واسع بتوسعي في الرجلين. طيب انا دلوقتي عايزاه اوسع من كده، عايزاه بنطلون الجيبه اللي بيقولوا عليه. طب اعمله ازاي؟ بتاخدي البنطلون ده، وده هنعمله برده مع بعض بس ايه انا هشرح لك الطريقه برده بتاعته. تاخدي البنطلون بتاع البنطلون، وبعد ما بتاخديها بتعملي ليها حاجه اسمها ايه تشريح، بتشرحيها بتقطعي البنطلون ده لكذا حته، وبعدين بتحطيه على ورق وبتظبطيه تديله الوسع اللي انت حباه. يعني مثلا انا عايزه اوسع هنا اربعه، فبحط حته على اربعه واربعه واربعه واحط بينهم كل واحده فرق اربعه، وبعدين بلزق الورق فيها، وبعد ما بلزق الورق فيها بنقل البنطلون ده واحطه على القماش وهيطلع لي البنطلون الواسع. دي طريقه. في طريقه تانية برضو بتاع البنطلون البحري، قولي لي انت عايزه انهي بنطلون في التعليقات الفيديو الجاي وانا ان شاء الله هعمله لك. تمام، ده بالنسبه للبنطلون العادي. طبعا الخياطات دي كلها المفروض تبقى من جوه مش من بره، عشان كده البنطلون جاي ملوي شويه. تمام، طيب ده هنا كده الامام اهو، بصوا ده الامام، ده كده الامام اهو، وده الخلف، ده كده الامام وده الخلف. تمام، ده الخلف. الامام الخلفي بيبقى مرتاح، بيبقى مرتاح. بصوا مرتاح ازاي، بيبقى مرتاح. الامام برضو بيبقى مرتاح بس بيبقى ايه، بيبقى اصغر، لان الفرق في الارداف هي بتفرق في المكان ده، فاهماني؟ فهي الفكره في لما بتيجي تقعد بس عشان تبقى مرتاح. ده بالنسبه للبنات. هنيجي بقى نركب القمر بتاعه. القمر هنركبه، هنقص كده الورقه. طيب القمر اعمله ازاي؟ القمر احنا هنقول هيتعمل ازاي. تمام، بصي هتجيبي ورقه كده عرضها مثلا 10 سنتي، تقسميها نصين كده تبقى 5 سنتي، بعد ما تبقى 5 سنتي. تمام، وهتقفلي الجزئيه دي، دي هتقفليها كده بالخيط، ودي الناحيه الثانيه هتقفليها بالخيط، وبعدين تضميهم على بعض اذا كان البنطلون ده باستك، وتضميهم على بعض، وتكوني مركبه هنا الاستك بتاعك وبتركبيه في في البنطلون وانتي شغاله. يعني الاستك اهو ركبتيه، تمام، هتحطي الاستك اهو وبتركبيه مع القمر، وهيكشكش القمر وانتي بتشتغلي، تفردي 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 لحد ما يضم كمان معاكي البنطلون. ده بالنسبه لبنطلون الترنج العادي. طيب ده مثلا مش بنطلون ترنج وانا عايزه اعمله بنطلون عادي، فانت بتعملي للقمر بتاعك مرض ضمن السوسته اللي بتعمليها من قدام. ايه ده، هو قدام ممكن نركب سوسته؟ اه ممكن تركبي سوسته، بس انا ما عملتش حسابها فعشان كده مش هركبها. بس انت بتعملي حسابك في المكان ده من اول ما بعد الحجر. بصي نقطه الحجر اهي، تاخدي النقطه دي كده بقيتها سوسته. طيب ومن بعد كده السوسته بتقابلها ايه؟ بتقابلها القمر اللي انت بتركبيه فوق بالمرض عشان خاطر السوسته. تمام تمام، يا رب يكون الفيديو سهل وواضح وبسيط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب اكون قدمت حاجه كويسه. بصوا يا جماعه، ده هنا البنطلون الواسع، وده البنطلون الضيق او الرجل المنفذه شويه. ان شاء الله هنعمل كمان البنطلون البحري بطريقه سهله وبسيطه قوي قوي. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل وتعليقك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان توصلك كل جديد احنا بننزله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.